اللي مش زعلان من المفلس ان الفلوس ما تفرقش معايا واصل. على الاقل صرفت فلوسي بحاجه مفيده، صرفت على الايتام والفجره، مش صرفت فلوسي على واحده ملهاش لازمه ما تسواش شيلن. ولا بقول لك الم نفسك، انا مش طايق نفسي، ما تخليش هايس عليك. تليك عين تتكلم يا بتاع سوس انت؟ هتمد ايدك على مين يا ده انت؟ لم لسانك يا انت والله العظيم اضربك. يا ده انت بتصغر عليا ولا ايه؟ ولا مد ايدي عليك ولا ولا في ايه؟ في ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ ما تفوقوا. حسوا بيا، حسوا بالمصيبه اللي انا فيها. انا عشان ارض ياسمين اتنصب عليا، اتعمل عليا نمره، بقيت مفلس. مش دي مصيبه؟ مش اخوكوا كده في مصيبه ولا ايه؟ ايه يا جماعه؟ احنا هنقعد نندف في حظنا ولا ايه؟ ما بس انت وهو. طب دبرونا نعمل ايه؟ في ايه؟ في ايه يا عم انت وهي؟ سوقكوا جايب اخر الدنيا. تعال تعال يا حبيبي عشان يكمل العدد، الفاشلون في كل شيء. يلا اتفضلوا عشان نقعد ونفكر هنعمل ايه. يلا 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 تعالى بقى، تعالى اهدى. في ايه؟ مش قاعد جنبه يا اخي. يا عم عشان خاطر اقعد جنبه بقى، انتوا اخوات عيب كده. بقول لك تقعد يبقى تقعد، ولا اجيب لك سوسو تقول لك تقعد تاني انت؟ يا واد بهزر معاك يا ولد. حقك عليا، دماغك ايه؟ خلاص يا عم مش زعلان، ما هي قله الفلوس تعمل اكتر من كده. يا جماعه يا جماعه، انا ما اتعودتش استسلم بسهوله. ليه؟ تاني يتنصب عليا تاني يا جدعان؟ انا ابتديت اشك ان مشروع التخرج بتاعي نصاب هو اللي على طلعت. ليه بس كده؟ ليه يتنصب عليا تاني؟ ماجد ماجد وحياة امك، في حاجه على وشي بتقول ان انا هفق قوي كده؟ فهموني. بقول لكم يا جماعه. ايه؟ مش احنا كلنا محتاجين فلوس؟ طبعا يعني. طبعا احنا هنطبع فلوس. ادي اخره الافلام الاجنبي اللي حضرتك بتتفرج عليها. بصوا يا شباب، احنا اختيارنا هو البنك المركزي. اوه، ستاتي العربيه الفان السوداء اللي متفيمه طبعا. بعد خمسايه كبيره جدا هنركن قدام البنك، هننزل كلنا، هنخش جوه عادي، ناخد المطبعه ونطلع بيها، نرميها في العربيه ورا ونتكل على الله، نطبع بقى نطبع نطبع، ويبقى حوالينا حريم ونعيش حياتنا. فاهم انت القصه دي؟ الله، عيش معايا الخيال بقى. الله يا ابني، اعتقد الفيلم ده كان فيه بوس كتير قوي. ايوه، ولو انا ما كانش مترجم. ايوه. ما بس يا خفيف انت وهو. الله، على فكره اللي بيقولوا لؤي مش صعب انه يتحقق. يا جماعه انا مش بهزر، انا بتكلم بجد وبجد جدا كمان. اللي انا بفكر فيه ده لو ظبط هنعدي، وهنعدي قوي كمان. مش كل حاجة تفكر فيها لازم نقتنع بيها، مش كده ولا ايه؟ أنا شايف إن احنا عصابة صغيرة، مالناش في الشمال، نسرق شقة، نقلب فيلا بتاعت ناس أغنية، لكن نطبع؟ نزور؟ لا، كده احنا داخلين شمال مع أمن الدولة، بقينا شمال رسمي. بص يا رجالة، لو عايزين نعمل العملية دي لازم نتعلم من غلطنا. السرقة اللي فاتت كل الجرايد كتبت عنينا. بس ما حدش قدر يوصل لنا. أيوه، بس ده بسبب ان احنا كنا عاملين حاجه قدها ومخططين صح، ودي كمان تتلعب صح. بصوا بقى يا جدعان، اهم حاجه نفهم احنا عايزين ايه وحواراتنا دي ليه. احنا عايزين فلوس صح؟ عايزين فلوس، يبقى مش مهم هنجيبها ازاي، نسرقها، ننصب، نطبعها، ان شاء الله حتى لو هنشفها. يا جدعان ده نصب، والنصب سهل قوي. من الاخر كده، حكاية التزوير دي احنا عايزين نجربها، بس احنا محتاجين برينتر وكمبيوتر وسكانر. يعني انتوا ناويين بقى؟ ممكن، على فكرة ممكن. يا جماعة انا عايز افهم، احنا دلوقتي لو جبنا الكمبيوتر ده والسونار الالوان هنعرف نسكانر؟ لو جبنا السكانر ده والكمبيوتر هنطبع الفلوس؟ في يا جدعان؟ هو الكلام على سايبر ولا ايه؟ بص يا شقايق، احنا يمين مع بعض وشمال مع بعض، انا مش هبيعكم. الكمبيوتر عندي في البيت، اروح اجيبه لكم وبالمره اطمن على ابويا وامي. وانا يا سيدي عليا البرينتر والسكانر. تمام، خلاص من دلوقتي اقفلوا موبايلاتكم وحطوا الشرايح الجديده،
ومن اللحظة اللي احنا فيها دي احنا اوت اوف اريا. ضرب ايه؟ تليفوني بيرن. دي ياسمينة. طب بقول لكم ايه؟ ينفع نأجل الحوار ده لبكرة؟ معلش اصل لازم اروح اقابلها. قدر ما حصلش. سوري يا ميت، انا اسفة ان انا ضيعت لك فلوسك. انا حظي وحش انا عارفة. صدقني اللي معمول لي عمل وانا عارفة مين اللي عملتهولي. عشان كده عايزاك تسيبني بحظي النحس ده وتشوف مستقبلك. فداك يا حبيبتي. فداك يا اي فلوس. انت اي حاجة عايزاها اجيبها لك، ان شاء الله اطبع لك الفلوس دي. ايوه يا ماجد، بس انا حاسة ان انا بقيت حمل تقيل عليك. انت سبت كل حاجة عشاني، حتى اهلك. والجامعة انت ما بقتش تروحها. جامعة ايه؟ هو ده وقته؟ جامعة ايه يا ياسمين؟ ده منظر طالب يا ياسمين. جامعة ايه اللي انا اروح؟ بعدين احنا بنتكلم في فلوس. الجامعه دي مش هتجيب فلوس، ده احنا حالنا كنا بنروح نصطبح فيها. اه يا حبيبي، بس انت طبعا لازم تاخد البكالوريوس. انت ناسي طبعا احنا لينا برستيج ولا ايه؟ برستيج ايه يا ياسمينه؟ ودواء برستيج ايه؟ برستيجك هو فلوسك. معاكي فلوس هيبقى عندك برستيج، معكيش فلوس مش هيبقى عندك برستيج. طب خلاص، انا هدور على منتج ينتج لي الفيديو كليب وارد لك فلوسك. طب ممكن يا حبيبتي بس تأجلي الموضوع ده شويه وانا هتصرف. لا انا ما اتجوزتكش عشان تضيع لي مستقبلي ونجاحي. في ايه؟ ضيع لك ايه؟ مستقبلي ايه ونجاح ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش عايز اخد كلامك ده ان لما فلوسي خلصت قلبت عليا واديتيني الوش التاني. انا هاخده بشكل تاني خالص. ياسمين انا اللي طلبت اتجوزك. وانا اللي جبت فلوسي وقلتلك هنتجلك. محدش فرض عليا ده. بس برضو معلش، انا هقول انك اعصابك تعبانه عشان حاسه ان شهرتك قلت، فمعلش معلش. ايه؟ شهرتي قلت؟ لا يا استاذ، انا لسه ياسمينه وهفضل طول عمري نجمه. ماشي يا نجمه، ماشي يا نجمه، اعملي اللي انت عايزاه، كل اللي في نفسك اعمليه، انا سايبها لك وماشي. ماجد لو خرجت دلوقتي مش هيبقى بيني وبينك غير فلوس وبس. انا بصراحه شايفه ان احنا نخليه براحته خالص، اول ما يحس انه كويس اكيد هيجيلنا. انا مش عارف والله يا دودو، المصايب بقت عماله ترف علينا واحده ورا التانيه. بس برضه ماجد غلطان، يعني كان لازم يتجوز واحده زي دي. طلع ما تنساش انه حبها بجد. حبها؟ كلنا حبينا. احنا جالنا مصايب غير مرار الموضوع ده. صباح الفل. مزيك يا ماما. ايه؟ بقول لكم يا شباب، احنا النهارده عايزين نجرب حوار التزوير. رؤية فين؟
الو ايه يا استاذ جمال؟ يا ريس انت فين؟ انا كلمتك امبارح ما ردتش عليا. ايه؟ لا كنت عايزك في موضوع مهم. تحب نتقابل بالليل على القهوه ولا نتقابل في المكتب؟ ماشي يا استاذ جمال، نتقابل في القهوه. لا عايزك في المصلحه. هنوصل انا وانت كده لغايه الشهر العقاري. صعبال املتك اشتريت شقه في شارع السودان وعايز اسجلها. لا لا يا استاذ جمال، ودي تفوتني برضو. اصحاب الشقه هيبقوا موجودين. اه طبعا هم كبايعين وانا كمشتري. ما تقلقش. المهم بس قول لي هنتقابل بالليل على القهوه ولا اعتبر ان ده ميعاد؟ والنبي يا استاذ جمال تخلصت من موضوع الشقه ده، عايزين نخلص منه عشان عليها مشكله. مين؟ افتح يا طالبة. وقعت قلبي. امال مفاتيحك فين يا زينة؟ نسيت اخدهم معايا. طب احمدي ربنا بقى ان انت لقيتيني، ده انا هنا بالصدفة. صدفة سعيدة. مالك يا بنت بتتكلمي كده بطريقة مش عجباني؟ عموما نتحاسب بعدين، انا نازل. سلام.